السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. أخيرا تم اليوم إعلان الرسمي الثاني للحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان من الموسم السادس، والتي سيتم عرضها في يوم الأربعاء القادم. أصدقائي، شاهدنا في بداية الإعلان ظهور قدوم وزير جديد إلى المناطق الحدودية القريبة إلى قبيلة السيد عثمان. هذا الحدث يذكرنا في المواسم السابقة من مسلسل المؤسس عثمان من خلال ظهور الوزير علم شاه وكذلك علي شار، وأيضا في مسلسل قيامة أرطغرل من خلال ظهور الأمير سعد الدين كوبك وغيرهم. وقد كانت ظهورهم كانت عائقة لهم بسبب خيانتهم وتعاملهم مع الأعداء، وهنا من المؤكد أن ظهور هذا الخليفة سيكون عائقا في كل تحركات للسيد عثمان، وسوف يسبب خسائر له، وسيتعامل هذا الخليفة مع الأعداء والخائنين من أجل القضاء على السيد عثمان ولكي يستولى على إمارة عثمان وجميع الأراضي التابعة له ويصبح هو السلطان لكل المناطق. وكذلك شاهدنا في الإعلان ظهور خبر سرق الأمانات المقدسة تبع الجانب الصليبي، ولكن هنا كان في هذا المشهد غير واضح بشكل مفصل، لكن هنا من المحتمل قد تكون فيه خطة محاك لكي تسبب في وقوع حرب في كلا الطرفين، لكن هنا سيتم كشف هذا اللغز في الحلقة القادمة. وأما عن مشهد ظهور القائد لوكاس بمشهد أسطوري وقوي جدا، فهذا يكشف لنا أن هذا العدو سيكون قوي ويسبب الكثير من الصراعات مع السيد عثمان. وكذلك مشهد السيد عثمان يريد أن يتصالح سادة الأتراك، وهدفه توحيد المناطق الحدودية، وإذا لم تقبل بهذا سيعمل بالقوة على ذلك. أما عن مشهد علاء الدين ابن السيد عثمان وهو معلق بقفص أمام قلعة بورصة، هنا يكشف لنا أن عثمان كان قد أرسل ابنه علاء الدين بوظيفة إلى بورصة، ولكن من خلال هذا المشهد يوضح لنا أن علاء الدين قد تم كشفه من قبل الأعداء وتم القبض عليه، ثم وضعه بقفص حديدي وتم تعليقه على أمام بورصة، وذلك لأنهم كانوا على علم أن عثمان سيتحرك على اقتحامهم عن طريق المجانيق القوية، وذلك لأن لديهم جواسيس شيطانية في قبيلة عثمان. وقد تم وضع علاء الدين بهذا الشكل لكي يكسر قلب عثمان من الحزن على موت ابنه علاء الدين بيده. وكما شاهدنا من خلال المشهد ظهور عثمان مع المحاربين، يطلق المجانيق من المتفجرات على حصون القلعة، ولم يكن على علم بأن علاء الدين موجود هناك بهذا الشكل. ظهر على المشهد حدوث انفجار قوي بالقرب من علاء الدين، وهذا من الواضح أن علاء الدين سيصاب إصابة خطيرة من خلال هذا الانفجار القوي. وهذا المشهد يوضح لنا أن السيدة بالا خاتون كانت قد من المحتمل أن وصل لها خبر إشاعة استشهاد ابنها علاء الدين، وكانت تحفر قبرا في مشهد الإعلان الأول من مسلسل عثمان. أيها الأصدقاء، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسونا من دعمكم لنا بلايك على الفيديو مع الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد، ولكي نستمر في نشر الأفضل لكم إن شاء الله. وشكرا لكم.